الله بخير دي مولانا بخير. واهلا وسهلا المتابعين ديالي الاعزاء، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وتكونوا على خير. مرحبا بكم في نهار جديد وفيديو جدود. المهم هي هذيك لسان ما فيها عظم، راكم عارفين. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ انا اللي كنحس بالطوموبيل بحال كتمشي عاد بلا مشتراجم، ولا انا عقلي كيدور ولا ما نعرف. والله الا كنحس بالطوموبيل كتمشي وهي لين على الشيطان الحرامي ناي عاد بلا مشتراجم. كنحس بحال الطوموبيل كتحرك وهي واقفه وانا هازه فرانا من زعما سحب ليك ما هازاش فرانا من. المهم كي دايرين الحباب؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وتكونوا على خير. مرحبا بكم في نهار جديد وفيديو جديد. الفيديو ديال اليوم ديت بنتي للطبيب، راه مريضه مسكينه. اش غادي نقول لكم؟ الحمد لله على كل حال. يا والله الا كنشوف الطوموبيل كتمشي وهي واقفه، اقسم بالله العظيم الا كنشوف الدنيا كتمشي وانا واقفه ناري عقلي كيدور يمكن ولا ما نعرف. هادو بلا الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كنشوف الدنيا كتحرك وانا واقفه فرانا من مهزوز، الطوموبيل واقفه، هادي اللي قدامي تاهي واقفه. لا حول ولا قوه الا بالله العظيم. المهم كي دايرين نتوما؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير. شكرا لكم بزاف على الكلمه شكرا لكم بزاف على الكلمه الطيبه. عرفتوا شنو دابا هاد السيبوره اللي كندير فيها التليفون كتسد لي البيفان ديال التليفون، داكشي علاش كيجيكم الصوت قليل. شوف والله الا هي اللي كتسد لي، انا دابا عاد شت لقيتها هي اللي كتسد لي البيفان ديال التليفون. عيني نكحزها هكا شويه صافي، شتي هكا باش ما تسدش البيفان ديال التليفون، حيت كيقولوا لي راه الصوت عندك ناقص، وانا التليفون زعما راه كيصور مزيان، التليفون راه مازال جديد. الحمد لله، اللهم لك الحمد يا ربي. قلت لكم جبت بنتي للطبيبه، هي مسكينه النوازه. راه حبيبه شويه، حبيبه ها وهضري قولي لي شويه ها. مريضه مسكينه، مساريه ديتها للسبيطار، خرجوا لها الدواء، غادي نمشي نشوف باش نشري لها عاوتاني الدواء. ايوا اش غادي دير؟ والله الا زعما الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. شتي الحياه صعيبه، والله العظيم الا الحياه صعيبه بزاف، الحياة صعيبة وقاسية علينا، ولكن الحمد لله الحمد لله الحمد لله. شوفي الانسان فاش كيتقبل وكيقول الحمد لله، كون اكيد ان غادي يجي واحد النهار اللي ربي غادي يفرجها، واللي هادشي كامل غادي يبقى ذكريات ان شاء الله باذن الله. غير الانسان يكون قلبه زوين ويكون كيبغي الخير للناس، والله ربي الحبيب ما يتخلى عليك. انا اي زعما اي مشكله دازت في حياتي بالعكس كنصبر وكنحاول ما امكن نقوي راسي. في الفيديو ديال البارح لقيت بزاف ديال المتتبعين اللي قالوا لي حسنيه برافو عليك، انت واحد المراه الحمد لله اللي انسانه قويه، زيدي تقواي وزيدي صبري. شوفوا نقول لكم واحد الحاجه، انا كنفتخر براسي انني قويه. شتيكم ما كنتش انا قويه، اقسم لكم يمينا اخواتاتي، مراني لف بالحسن، مراني لف سبيطار الحماق، حيت ماشي ساهل باش داكشي اللي داز عليا غادي يدوز على واحد السيده اللي في السن ديالي انا، اللي كنت مازال صغيره وبزاف ديال الصعوبات دازو في حياتي، بزاف 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 ديال الصبر اللي صبرت. ما بغيتش نخرج مشاكلي ولا نخرج اي حاجه عندي، كنبغي نخليها بيني وبين الله سبحانه وتعالى، حيت اليوتيوب غابه، وإلا ما كنتيش ديب ياكلوك الدياب كما كيقول، الا ما كنتيش سبع ياكلوك الدياب، ولا كي كيقولوا لها يعني ضروري خاصك تكون قد 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 داكشي اللي الا خرجتي زعما الاعلام خاصك تكون قد داكشي، وانا ما قادره المهم انا ما قداش على هادشي. انا قاده هو ان بارك عليا هادشي اللي عندي في القناه، ديك 4000 5000 6000 10000 يا ربي، لو كان كنت كنوصل غير 20 كبارك عليا، يلا نتكافى معكم. ما عنديش انا الدربه ديال داك 100000 و200000، حيت راه ما يمكنش انك غتصوري فيديو ويجيب لك 100 كا ولا 200 كا وما وتكون زعما بخير، راه ما يمكنش، راه ما غتشدي واحد الريال حتى غادي تخلص عليه متني ومتلت. انتم كتشوفوا هاد الفضائح دابا دي في اليوتيوب وهاد القنوات وهاد الشيء كامل، الله ما كيشدوا ليك جوج ريال الا تيمشيو يخسروها، الا في السبيطار ديال 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 الاكتئاب، في الطبيب ديال الاكتئاب. اش اختي انا عليا شداني، انا ما كنتمناش اختي نوصل لهاد 200 كا و 300 كا و 400 كا و 500 كا، لا عندي ما ندير بها، خليني انا نكون نوصل غير ديك 20 كا. تبارك الله بارك عليا داك الشيء اللي قسم الله تبارك الله، حيت راه ما يمكنش انك كما قلت لكم غادي تجيب واحد المقدار بزاف
وتخلص مزيان، وفي الاخر غيخليوك المحسنين راه هكاك، غيخليوك اصحاب الحسنات زعما تشديهم هكاك وتفرحي بهم. والله بهم ولا فرحتي، اصحاب الحسنات موجودين والله تيحرموهم عليك. وهذه هي الدنيا، ما عندك ما دير، لان كاين بزاف ديال الحقد والحسد. الله يهدي ما خلق بنادم اين فوا يشوف كانك شويه بديت كترقع. غير البارح في الفيديوهات، يعني الفيديوهات اللي كنحط انا بسيطه جدا، راكم عارفين الفيديوهات ديالي انا بسيطه جدا، وكتلقى فيهم انتقادات. علاش انا ما كنبغيش الانتقادات؟ ماشي ما كنبغيش الانتقادات، انا لو كان بغيت انتقادات غادي ندير، علاش غننتقد؟ بعدا حتى الا انتقدت غادي نشد واحد المبلغ اللي هو لا باس به، بعدا فراش شهر غادي نتخلص عليه. انا كون بغيت انتقادات كون بغيت هاد القناه تطلع بالفضائح وبالشوه وبالكون، نخرج غير زعما راه ما كنبغيش نبقى نهضر بزاف. راه لو كان انا بغيت انتقادات وبغيت نطلع هاد القناه ماشي بمحتوى، يعني غير بالفضائح الله يستر، وكون راه طلعت شحال هادي، كون راني كنضرب الملايين، كون راني حتى انا بداري بزاف د المسائل ديالي، فهمتوا كيفاش؟ ولكن ما انا ما باغياش هذا الشيء، انا ماشي ديال هذا الشيء، وماشي ديال الشوهه، وماشي ديال الفضيحه. انا واحد الانسانه اللي كنمشي حيطي حيطي وداخله سوق راسي، وماشي ديال المشاكل، ماشي ديال المشاكل، حنا ماشي ديال المشاكل، لا انا ولا العائله ديالي الحمد لله ماشي ديال المشاكل. كنمشيو حيطي حيطي وكنقولوا اللهم قليل مداوم ولا كثير مقطوع، باش تكون كتشد واحد المبلغ اللي هو كبير، وفي الاخر يتقلب عليك الراي العام، كلشي يولي كيهضر عليك، تولي التصاور ديالك منشورين في جميع الجرائد وفي جميع كلشي كيهضر عليك. انا ما نبغيهاش لراسي بحال هكا، ما نكذبش عليكم، ما نبغيش راسي نتحط في هذا الموقف هذا. انا ان شاء الله النهار اللي فات غادي يحن عليا سيد ربي الحبيب ويجيب لي الله شي خبيزه اللي غادي نوكل بها ونعيش بها ولادي، راه ما ندورش في اليوتيوب نهائيا. واخا المتابعين ديالي كيبغيوني وكيبغيو لي الخير، اللي كنبغي نشكرهم بزاف، وحتى انا كنبغيكم بزاف، ولكن النهار اللي فاش غادي يحن الله وغادي يسهل الله في شي رزيق، راه ما ندورش في اليوتيوب ولو راه نهائيا. غنحيد انستغرام، نحيد الفيسبوك، نحيد تيك توك، نحيد اليوتيوب، نحيد كلشي، نمسح كلشي، نخلي راسي بيني وبين الله سبحانه وتعالى. صافي غنعتزل فاش غنقرر انا الاعتزال، وربي غيحن عليا في شرزق في شي خبزه اللي غادي نوكل بها ولادي، راه غنعتزل نهائيا والله العظيم. هذه هي زعما القرار اللي انا واخذه، هذه هي اللي انا واخذه في هذه الساعه، هذه هو ان ناري حن عليا الله، راه صافي ما غاديش نزيد حتى دقيقه واحده في السوشيال ميديا بصفه عامه، لان الحاجه المستوره كيسهل فيها الله. نتوما براسكم كتقولوها ليا، انا اون فوا كنخرج شي حاجه للاعلام صافي كما كيسخرش فيها الله، والله العظيم اون فوا بنادم كيعرف عليك شي حاجه صافي الحاجه المستوره مزيانه. الانسان اللي كيعيش زعما مستور وما فاضحش راسو وما عندوش لا يوتيوب لا حتى شي حاجه لا سوشيال ميديا لا ما عندوش هذا الشيء، راه زعما راه عايش بخير والله العظيم. اما الانسان اللي كيخرج الفضائح ديالو، كاينين شي وحدين مازال انا عاد راه ما كنصورش كلشي، انا راه كنصور غير واحد النقيطه، واحد النقطه اللي كنصور انا. اما راه كاين اللي كيدخل مع الكاميرا للطواليت، البيت النعاس، الحمام، كيبدل كيصور كيدوش كيصور زعما راه لا حول ولا قوه الا بالله العظيم. والله حتى كنشوف شي قنوات الا راه كنقول لا حول ولا قوه الا بالله، راه مازال انا راه الحمد لله راه شويه راه ما كنصورش كلشي، كنصور حتى كنلبس ونقاد، ونصور هكا في الطوموبيل، ولا صورت شي روتين هكا في الدار زعما من البدايه ديالي، ماشي عاد دابا، البدايه ديالي كنصور هكا روتينات محترمين بلباس محترم الحمد لله. ولكن اجيك اللي كيصور العائله كامله، والام والاب والولاد والخوت وكلشي مصور في بيت النعاس، في بيت الكلاس، في الصالون، في كيبدل كياكل كيشرب، وما كياكلوا في الطبله كيمضغوا ويتجمعوا الكاميرا قدامهم، زعما راه كاينين شي وحدين راه لا حول ولا قوه الا بالله. التصوير يعني اليوتيوب تدار باش نديروا فيه واحد المحتوى، حتى الانسان اللي ما عندوش زعما هكا بغى يعاون راسو باليوتيوب ماشي عيب، ولكن صور شي حاجه تكون غير شويه محترمه باش يتفرجوا فيها الناس مع العائلات ديالهم، ما يكونش فيها السبان، ما يكونش فيها تخسر الهضره، ما يكونش فيها، فهمتوا كيفاش؟ بحال هكا هو القصد ديالي انا. اما الله يسهل على كل واحد، انا بالعكس كنتمنى الخير لاي واحد، واي واحد كيتمنى شي حاجه كنطلب الله سبحانه وتعالى يعطيه حتى يغنيه، راه بنادم الله يكون في العون، الله يكون في العون، راه حتى شي واحد ما لقاها كيبغاها، راه بنادم حتى شي واحد ما كره انه يشوه راسو ولا يخرج للاعلام ولا. كاين واحد الانسان اللي واخا كيعطيه الله سبحانه وتعالى شي رزق، ما كيعرفش كيفاش يخدمه، ولا ما كيعرفش كيفاش صافي فاش كيقول صافي الدنيا راه ديالو، صافي راه خدا الدنيا، ولكن لا، الانسان خصو كي كيقول داك يلقي ويبقي، ولا معناتها يلقي ويبقي، ولا معناتها كي كيقول داك المثل، فهمتوا؟ هذا هو القصد ديالي. الانسان ماشي عاوتاني يسهل عليه الله ويعطيه واحد الرزق ما يعرفش كيفاش يتعامل معاه، صافي غيولي مفرعان، غيولي كيبان، غيولي يبان على واحد اخر، لا بالعكس، تواضعوا يا بشر فنحن وجبة للدود في القبر. الانسان واخا يوصل فين ما وصل راه خرت شي موته،
راه والله ما تخرج من هاد الدنيا حتى تخلص فيها، وعاد غتخلص في الاخره. فدائما الانسان يحترم راسو ويكون انسان مزيان وما يجرحش الناس، والهضره اللي تجرحك راه كون اكيد غادي تجرح حتى واحد اخر، والانسان ما يقول الهضره حتى يوزنها وتيعرفها. الا كانت غادي تجرحك ديك الهضره اللي غادي تقول لواحد اخر حتى تجربها في راسك انت، الا كانت ما عجبتكش انت باش يقولها لك واحد اخر انت ما تقولهاش لواحد اخر. بحال غير واحد البارح ولا وحده ولا ما عرفتش، المهم بقيتش عاقله مزيان في الفيديو ديالي، كتبوا لي واش انت وليتي كتعرفي القمرون؟ علاش انا ماشي بشر؟ علاش انا ما نعرفش القمرون؟ علاش انا ماشي بشر؟ علاش زعما حنايا كابرين في فين كابرين حنايا؟ الحمد لله واخا كابرين في العربيه، ولكن راه الا جيتي الاخلاق والمبادئ اجي تقد معايا واجي نعلمك الاخلاق ونعلمك التربيه كيفاش دايره. راه واخا كبرت في العربيه الحمد لله، وكبرنا على قد الحال، وكبرنا فقراء الحمد لله، حنا ديما فقراء تحت الله سبحانه وتعالى، الغني هو الله سبحانه وتعالى. ولكن واخا هكاك راه الاخلاق المبادئ، الاخلاق عاليه عليك بزاف المبادئ. ما عمري جرحت شي حد ولا نقول لشي حد واش كتعرف، ولا اللي عنده الله يزيدو اللي ما عندوش الله يسهل عليه. ما عمري ضحكت على شي حد ولا نتنمر على شي حد ولا نقول لشي حد واش وليتي كتعرف ولا واش عندك ولا واش ما عندكش ولا. كل واحد الله يعطيه حتى يغني، اللي عنده الله يزيدو واللي ما عندوش الله يسهل عليه. الحاجه الوحيده اللي كنفتخر بها فيا الحمد لله وزوينه فيا هي انني ما كناديش الناس وما نقدرش نجرح شي حد وما نعطيش شي وعود اللي انا ما نوفيش بهم. هادو هما الحوايج الزوينين اللي انا كن هادو هما الحوايج الزوينين الحمد لله اللي كنفتخر براسي فيهم. ايوا صافي اخوتي، دابا خليكم معايا ان شاء الله باذن الله غادي نمشي نشوف ناخذ الدواء لبنتي ان شاء الله. انتما المتت تبيع جيت لواحد البلايص عرفتو كي دايره بالربيع، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. بغيت نشد لكم هاد البلايصه هادي، ما شاء الله. شوفوا 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 الدنيا عرفتو، ما شاء الله. غير بهاد الشتا اللي طاح تبارك الله الخير دي مولانا الخير. شفتوا تبارك الله ما شاء الله. هانتوما يا المتتبعين شوفوا خيرات البلاد والله العظيم الا تبارك الله تبارك الله ما شاء الله. شوفوا 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 الريح، ما قدرتش نبقى واقفه تما، عرفت واحد الريح 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 مجهد. شوفوا تبارك الله ما شاء الله. انا بعدا حمقني هذا المنظر، هذا سطاني هذا المنظر ما شاء الله. الدنيا دابا ولات غزاله تبارك الله ما شاء الله.